التشكيلية اللي عم تشهدها العاصمة والمناطق اللبنانية افتتحت جاليري فرا ديزاين المكلس معرض فني معاصر بضم حوالي 50 لوحة لخمس فنانين لبنانيين. بيشارك بها المعرض كل من رولا أيوب، غسان محفوظ، أندري كالفيان، ميشيل روحانا وأمين كعيك، مستمر لغاية 12 كانون الثاني المقبل. تميزت لوحات رولا أيوب بالأسلوب التجريدي واختارت عنوان وفي القلب السلام اللي عكس بدوره اللوحات المميزة اللي عم نشوفها سوا. سبق وعرضت رولا لوحاتها بعدة متاحف عالمية وفي قسم من لوحاتها موجود بمطار رفيق الحريري وبالقصر الجمهوري. أما أندري كالفيان عرف برسم الأبواب الشرفات القديمة والشبابيك بيوت هجروها أصحابها وانتقلوا للمدينة، فحاول أنه يعيدهم إلى حنين الأماكن والبيوت. رسم أيضا وجوه نساء وشيوخ. لوحات غسان محفوظ هي كناية عن ألوان تعانق الخيال والسماء. اختصر غسان أنظمة الحياة بلوحاته، هي تاريخ بسيط شفاف بلونه الأزرق وعطاء وتضحية بجبل يغلب عليه الأحمر وألوان تتشابك وتتفجر فتكون الحياة. منكمل لنشوف سوا لوحات ميشيل روحانا اللي أظهرت جمال البيت اللبناني القديم منفذة بالأكواريل. لوحات ميشيل روحانا منتشرة بعدة بلدان مثل البرازيل واليونان. إذا المعرض الجماعي اللي عم نشوفه سوا بقي لغاية 12 كانون الثاني المقبل بجاليري فرا ديزاين المكلس من الاثنين للجمعة من 10 قبل الظهر للسبعة المساء والسبت من 10 للستة.